السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. يسعد اوقاتكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى بنية الفرج عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكشف، بسم الله الكشف. لا إله إلا الله. شايف إن عندكم الأيام اللي داية عندكم حظ حلو في كذا حاجة. شايف إن عندكم حظ حلو في كذا حاجة، وهتدبروا الأمر اللي أنتم فيه. والحد اللي مركز معاكم ودمر حياتكم في الوقت المناسب ربنا هياخد لكم حقكم، هياخد لكم حقكم ربنا في الوقت المناسب. بس انت خلوا اعصابكم هاديه، بلاش العصبيه، بلاش العصبيه. العصبيه هتضيع من عليكم الفتره اللي جايه، لاما لقاء لاما حاجه مهمه. يا بلاش العصبيه عشان هتضيع عليك حاجات كويسه. شايف هنا عندكم حد مريض، الحد ده ربنا هيشفيه بإذن الله تعالى. شايف بشرة، بشرة خير من الحد وأخبار حلوة بمشيئة الله. شايف هنا حد مخنوق، حد في سجن، حد مقفول عليه ببان، حد مظلوم. شايف حد مظلوم في سجن، يعني شايف إن هو بيدور على البراءة بتاعته بأي طريقة. إن شاء الله ربنا هيخرجه من الضيقة بإذن الله تعالى. شايف هنا بلاش تتكلموا عن اي حاجه تخص حياتكم، بلاش تتكلموا عن اي حاجه تخص حياتكم. شايف هنا البعض منكم مستني حاجه الفتره دي، مستني حاجه الفتره دي بقدر المستطاع. بس شايف ان هنا في حاجه انتم خايفين منها، حاجه خايفين منها، ما تقلقوش علشان هي مش هتحصل، فما تقلقوش. عندكم كميه شك، شاكين في الشريك، بس الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم. هذا القراءة أحبابنا في الله عامة، رجال ونساء، قراءة مفتوحة، خذ اللي طابق ليك. شايف إن أنتوا هنا فقدتم ثقتكم في ناس كثيرة وما قادرينش تستحملوا. فقدتم ثقتكم. شايف إن هنا أنتوا خيركم على الناس اللي حواليكم. خيركم على الناس اللي حواليكم. شايف هنا دوا قلبكم جرح، عيونكم دايما بتنزف دموع. هدوا اعصابكم، هدوا اعصابكم، هدوا اعصابكم. شايف هنا قلبكم ابتدى ينبض من جديد، ابتدى ينبض من جديد. الامور عندكم هنا هتختلف. شايف هنا انتوا بتدوروا على راحة البال، بتدوروا على الامان، بتدور على الطبطبة. شايف ان انتوا هنا بتدوروا على الاحتواء رغم الهم والخنقة اللي عندكم، رغم يعني ان انتم هنا شايف عندكم امور فيها حلوة، شايف امور حلوة بإذن الله تعالى. بس تطلع من الطاقة السلبية، يعني انتوا هنا ملاقينش حظكم مع ناس، مع الناس اللي حواليكم دي مش لاقين حظكم معاها. الوضع اللي دواكم الفترة ده هيخرج. شايف ماشي، يعني شايف ان انتم قاعدين طول الوقت جسمكم وضعكم همدان، كسل، خمول، تعب، مع انه في نبضاتكم في القلب سريعه. شايف هنا يعني حاولوا تطلعوا من الطاقه، لان انتم هنا محتاجين توأم روحكم، محتاجين حد يطبطب عليكم. بس انتم فقدتم ثقتكم في ناس كثيره. بس انا شايف هنا ان انتوا هتاخدوا خطوة جديدة وهتفعلوا حاجة جديدة، في تغيير عندك، في تغيير هنا. انتوا فوضتوا امركم لله ونعمة بالله العلي العظيم، بتقولوا احنا مش عايزين حدا من حد. شايف هنا في علاقة عندكم مع حد، في علاقة في رجوع فيه، او في زواج، في ارتباط. شايف في اخبار حلوة، في اخبار حلوة بإذن الله. يعني هنا هتبدأوا تضحكوا بسبب القهر اللي ذواكم والظلم اللي ظلمتوه.
إن شاء الله الفرحة خلاص على عتبة بابك، خلاص هتفتح ليك الحظ، باب الرزق، باب السعادة، باب الفرحة إن شاء الله. اللي هو الحزن اللي خانقكم، ما خليكمش قادرين تنسوا ولا قادرين تعملوا أي حاجة جديدة. شافنا فعلا يعني انتم دلوقتي بتقولوا طاقتنا خلصت، مش مستحملين حد او مش عايزين حد، عايزين نخرج من اي مخرج في حياتنا. ربنا حاسس بيكم وعارف انكم بتعافروا وبتجاهدوا، يعني اشد المعافرة. ان شاء الله الباب هيفتح امامك، باب الراحة، باب السعادة، عندك خبر كويس، خبر هيسعدك، واللي انت شاكك فيه مش هيحصل، اللي انت شاكك فيه. وبلاش الشك، بلاش الظن، بلاش الشك الكتير، بلاش الغيرة. شايف هنا الانفرادة الكبيرة اللي ديالك، انت مش متوقعها، هتكون بعد الصبر اللي انت صبرته ومن بعد الزعل والمشاكل اللي حصلت معاك. في حد هنا، في حد عايزك تساعده وتسامحه، عايزك تساعده وتسامحه. هو ظلمك، هيدو يطلب منك السماح، هيدو يطلب منك السماح هذا الشخص، لانه طالب مساعدتك. هو ظلمك وكان عقبة كبيرة في حياتك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ندمك هيلمع وعندك انبساط في حياتك. انا شايف ان اديلك اموال غير متوقعه، ما كنتش متوقعها، لاما في نجاح في مشروع او وظيفه جديده، في حاجه انت هتعملها، يعني هيكون عندك نجاح منها. في رساله ديالك انت مستنيها بقدر المستطاع، ديالك فيها بشره خير ليك، فبشرة خير ليك، وفي هدف طار انتظاره. في هنا شخص انت عمال تقاسي معاه وتزعج معاه او تشادر معاه، لكن هو مازال بيحبك وواقف معاك. الشخص ده مهما انت عملت يعني بتيجي عليه برضه، بس هو بيحبك جدا وحابب ان انت تكون ناجح. هذا الشخص شايف ان انت في حالك، شايفك ما بتدخلش في خصوصيات، لكن ما بتحبش الغلط. شايف هنا برضو على طول مركز معاك ومش سايبينك في حالك وحاسدينك على اي حاجة، علشان دايما كده ان شاء الله ربنا بينصرك. انت وقعت في مشكلة هنا، وقعت في حفرة او في مشكلة ما كنتش متوقع انك تخرج منها، لكن خرجت باذن الله تعالى. في حد عليه اوراق في الحكومه او محاكم بتخلص في اوراق، او حد قريبك مسدون، او انت عليك احكام، او حدا بتخلصها، ان شاء الله هتخلص على خير بمشيئه الله. شايف عندك تفكير هنا، انت بتفكر في اللي حواليك بشكل كبير جدا، ومحدش مقدر اللي انت بتعمله. هو ده اللي انت بيخليك زعلان تعبان، لانك انت بتعمل وبتدي ومحدش بيقدر اللي انت بتعمله، فكده بتكون زعلان. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا منكم برضه هنا بيشتري مسكن او بيت او نقلة، حابب ينقل من مكان لمكان، ان شاء الله في نقلة قريبة بمشيئة الله تعالى. ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. الناس اللي بتراقبك من صامت ضيق، الناس اللي بتراقبك الفترة اللي داية هتحط النقط على الحروف معاهم. الناس دي في بشرة ديالك، بشرة ديالك. الفترة دي فترة مميزة وجميلة، لان انت تطلع من اللي انت فيه من الطاقة السلبية وتغير في اي حدا من حياتك. شايف هنا في مناسبة، مناسبة هتخليك فرحان، وفي فرحة في ارض بيتك هتديك طاقة إيجابية. أنت محتاج أي حدا تديك طاقة إيجابية، مش محتاج السلبيات، مش محتاج السلبيات ولا الكلام السلبي. شايف هنا في انتصار، في انتصار. الانتصار ده يخليك تطلع من طاقة الكسل،
هتطلع من طاقة الكسل، وهيخلي رزقك حلو، وهتبقى شخص مختلف. يعني شايف يا طب شخص مختلف، عندك خروج من كربة أو من كرب أو من فوضى أو من محنة، عندك طاقة خروج، طاقة خروج عندك هنا ماشي. تعب في الدسة، تعب الحسد عليك شديد شوية، عندك كمية حسد رهيبة، بدل مرة اتنين وتلاتة حسدوك مش سايبينك في حالك. بس بسم الله عندك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في رزق جايلك كبير بفضل الله تعالى. خلاص هانت، في هتقابل توأم روحك، في خروجه او فسحه، في كلام، في عتاب ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في عتاب ما بينك وما بينه، لكن في رجوع ما بينك وما بين الحبيب او الشريك، في رجوع ما بينكم. وكما كنا هنا، في فرحة في أرض بيتك، ممكن أقول زواج أو خطوبة أو ارتباط أو فرحة بمولود ما شاء الله. أنتم هنا كمان شايف هنا ماشي، في شوية حاجات حصل معاكم مش عارفين تفسروها. في ست هنا، الست دي عندكم دي، الست دي قريبة عامل سحر على ليكم، عامل سحر بينكم وبين الشريك، مش عايزكم تكونوا مع بعض او تكونوا ناجحين او تكتملوا او يعني تكملوا مع بعض. السحر ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم، هينصركم عليهم، وهيتفك السحر بمشيئة الله تعالى، وهتطلعوا من الضغوط ومن الكركبة اللي انتوا فيها، هتطلعوا منها بقدرة الله تعالى. ماشي، انتوا في عندكم هدف حاطينه قدامكم، بتبصوا له من بعيد، الهدف بتبصوا له من بعيد، بعد عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، ده بكم طاقة إيجابية، ده بكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر مستنيين، يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتديلكم حاجة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حاجة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة، مش عارفين ايه اللخبطة، لأنه عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت أحلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الأحلام، بيحلم أحلام وبينساها، مش بتكتمل أو بينساها، في منكم برضه اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر، أكتر حد عندك الحسد. الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر. بس عندك يعني هنا معاك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كتير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر. فانت ساعد نفسك، خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك، لان روحانيتك كويسة ماشي حاليا، يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مرة، مشيت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله. بس الطريق هتمشي معاك مره تانية، وهتمشي لهدفك، وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه، وهتعلي هتعلي هتعلي. شايفك انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معاهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا ماليش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير. يعني شايفك هنا، بس انت واقع هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص، يعني انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى. مشكله اللي عندك الماديات، في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عطى حد فلوس، سلف او مسلف حد ورد عليك، ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك،
امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه هتوصل. هو ماشي حصل معاك شوية تعب لكن هتوصل بقدرة الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حاجة، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغهم، حطك في دماغ الطرف الثالث، انت معطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمراء بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية، عندك اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حاجة هنا انت مقصر فيها او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيها. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي ديالك فيها خير بإذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه. في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا هيشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك او شغل او علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدات هتنشال وهتأخذ حدات احسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كمان انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كثيره، في ناس كثير مش بتحبك، زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق. ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى، ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاده مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حدا بتتكرر معاك، اشارة، حلم عايز تفسره، في حدا انت عايز توصل له، في حدا تعباك، محيراك، محتار فيه، عايز توصل له، لانك لو وصلت للحدا دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحاجات كتيرة تعلي من شأنك، انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحدا دي، والحدا دي ان حليتها هي عقدة،
أو هي حادة مربوطة أو حادة مقفولة، إن فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من أي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، لأن كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فترة فاضي، من فترة يعني من الماضي، من فترة فاتت، هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في صلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم، في خير بإذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حال، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقة. شاف عندك هنا محادثة ما بينك وما بين حد، امسحها او تجنبها، بلاش كل شوية تمسك التلفون وتبص على المحادثات او منتظر منه محادث او منتظر منه يبعت لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شاف هنا حد بيدعي لك وعارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقيتش شايف مين بيحبك، ما بقيتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحادات كتيرة جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حادات كتيرة خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفترة دي انت مش واخد راحتك في حادات كتيرة جدا، مش واخد راحتك في حادات كتيرة جدا، عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك، هتبدا تتحسن، هتطلع من حاله الاكتئاب بفضل ربنا باذن الله تعالى، هتطلع من الخذلان، هتعرف ان في حد هنا هيدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، او انت حابب تسافر بس عندك يعني مشكله او حاجه هتخلصها وهتسافر. في حاجه عندك هتخلصها وهتسافر باذن الله تعالى، فاتحه معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحه، فيها فرحه ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكله في الاول بتخلصها، هتخلص باذن الله بسهوله وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعه، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفتره اللي دايه فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول خطوبة أو حد ارتبط قريب ليك أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معاك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادئ الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحه لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجه تتكلم عليها، اكتم اكتم شويه، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم، يعني شايفكم برضه انتم منتظرين كذا حدا تحصل، منتظرين طاقه خير ليكم او يعني طاقه فرحه، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شك يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كان الصافي، نيتكم كانت كويسه، بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديده ليك، فيها فرحه ليك، فيها سعاده ليك باذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك لان عليك نذر ليك، عليك نذر هتوفيه باذن الله تعالى وهتحسبها بالورقه وقلم، وشانك هيطلع وهتعلي بقدره الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وان كنت بتعاني من السحر او من النس او من تعطيل او من تابعه او من اي شيء داخل القناه ننزل كل شيء بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا.